أول شيء من الذي يشكر الناس لا يشكر الله. أول حاجة كنشكر الطلبة ديالنا كلهم كنبغيهم يستحقوا علينا الزور. وكنشكر الحضور الكريم كلهم بالاسم ديالو السيد المندوبة السيد المندوب في الأسياء من 12 الإيمان باش ما ننساش السمية واللي نسيتو يسمح ليا. مرحبا معكم كريم الخطوط مدير مركز عبدة الإعلامية والتسهير. أول حاجة كنرحب بجريدة أشواقع على الاستضافة ديالها وعلى المشاركة ديالها معنا في هذا الحفل. هذا الحفل اللي كيتقام بمناسبة ديال عيد ميلاد سمو الأمير مولاي الحسن وكذلك الذكرى 66 للتأسيس تاعو الوطني. هذا الحفل كيف ما شفتوا من إنجاز الطلبة ديال المركز اللي خدمنا عليه هذه واحد 6 شهور ولا 7 شهور وحنا في العمل الدؤوب
وما دل انه كيدل على ان المركز ديالنا ما يحكرش فقط على التعليم الاعلاميات والمساعد الاجتماعي، انه منفتح على جميع المواهب اللي عنده شي موهبه كيقدمها. والحمد لله ربي ما خيبناش، وكيف شفتوا راه الحضور كاين، الحضور وازن لا من طلبه المركز لا من المسؤولين على 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 على, على, على المدينه. ومن هذا المنبر كنوجه الشكر الكبير جدا للطلبه ديالي اللي هادشي ديالهم احنا ما زدنا عليهم حتى شي حاجه، وكنوجه الشكر للسيده المندوبه ديال التعاون الوطني باقليم اسفي، وكذلك لسيام ايت ناصر والسيد المندوب الاقليمي اللي جديد اللي يلاه اول حفل ليه ديال وزاره الثقافه اللي كنرحبوا به من هذا المنبر، وكنتمنوا ليه التوفيق وشكرا لكم ومرحبا بكم. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة.